يا جدي، حقا أنا آسف، لكن ماذا حدث يا عمر؟ الحمد لله يا بدر، كدت أصدم الجد. هل أنت بخير يا جدي؟ الحمد لله أنا بخير. الجد ريحان؟ يا لها من مفاجأة سارة. لقد كنا نتمنى رؤيتك يا جدي. شكرا لكما يا أولاد، ولكن هل كنتما تتسابقان؟ نعم، كنا نتسابق. سباق في الشارع؟ فعلا لم يكن يصح ذلك، ولكننا لم نفكر في العواقب. لولا أنك تقود دراجتك بمهارة لصدمتني. حمدا لله على سلامتك يا جدي. فهمنا يا جدي، يجب أن نسير على حذر ولا نلعب في الطريق. تعال يا نادي أعرفك بالجد ريحان. وأنت يا نادر هيا أقبل. هذان ناجي ونادر، جاران وزميلان. مرحبا بكم يا أولاد. هل تسمح لنا بتوصيلك يا جدي؟ بكل سرور يا ولدي، وتسعدني زيارتكم أيضا. لقد وصلنا، هيا يا أولاد تفضلوا. وهذا حمد، قد سبقكم إلى هنا. مرحبا يا جدي، معك ضيوف. مرحبا يا حمد، أنا عمر، وهذا نادر، وهذان ناجي وبدر. مرحبا، هل جئتم تسمعون حكاية جدي؟ حمد ابن جارنا الأستاذ أيمن، وهو يحب الحكايات كثيرا. وأنا أيضا، هل ستحكي حكاية يا جدي؟ إذن تفضلوا اجلسوا. ذات يوم كان القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي في خيمته بعد انتهاء إحدى الحروب، فجاءت امرأة من غير المسلمين وطلبت مقابلته، ولكن الحراس منعوها من الدخول، فجلست على مقربة من خيمته تبكي بكاء شديدا. فسمع صلاح الدين بكاءها فسأل عنها وأمر بإحضارها، فلما حضرت سألها عن سبب بكائها فقالت
لقد أسر زوجي في الحرب واختطف اللصوص ابني الصغير. فتأثر صلاح الدين لحالها ورق قلبه رحمة بها، فأمر بأن يطلق سراح زوجها من بين الأسرى، ثم أمر جنوده بالبحث عن ابنها. فخرج الجنود يبحثون عن الصغير حتى وجدوه فأحضروه إليها، ففرحت وأخذت تدعو لصلاح الدين بالخير والبركة، وهي تتساءل كيف يفعل معها كل هذا وهي من الأعداء. فأخبرها صلاح الدين بأن هذه هي أخلاق الإسلام الذي يأمرنا أن نرحم الناس جميعا. فقالت السيدة: ما أجمل دينكم هذا الذي يأمر بالرحمة ومساعدة الضعفاء. وأسلمت المرأة وأسلم زوجها إعجابا برحمة الإسلام وأبنائه. ما رأيكم في هذه الحكاية يا أولاد؟ جميلة يا جدي. نعم، ما أروع الإسلام. لي 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 صحبة ريحان، جمعتنا صحبة ريحان، والآن أودع خلاني. جمعتنا صحبة ريحان، والآن أودع خلاني، لكن أملي أن ألقاهم مع جدي في وقت ثاني. صحبة ريحان، صحبة ريحان، مدرسة فيها من كل الألوان، أنتظر الموعد في شوق والفرحة تملأ وجداني. صحبة ريحان، مدرسة فيها من كل الألوان، أنتظر الموعد في شوق والفرحة تملأ وجداني. صحبة ريحان، لا أنسى موعد صحبتنا، والصحبة لا تنساني، وإذا بالجد يناديني وبكل جديد يلقاني. لا أنسى موعد صحبتنا، والصحبة لا تنساني، وإذا بالجد يناديني وبكل جديد يلقاني. صحبة ريحان، جمعتنا صحبة ريحان، والآن أودع خلاني، لكن أملي أن ألقاهم مع جدي في وقت ثاني. صحبة